ورغم تحذيرات السلطات الإيرانية من إعدامات وشيكة للمتظاهرين المعتقلين، رفض المحتجون في إيران رفع راية الاستسلام وصمموا على مواصلة مشوارهم في مواجهة قمع السلطات الإيرانية. هذا ما ترجمته دعوات التظاهر الجديدة التي تعالت في جميع أنحاء العاصمة. هذه المرة اختار المحتجون شعار ترقبوا الانتقام الذي سيحل بكم أسرع مما تتوقعون، حيث وجهوا دعوة لتنظيم تظاهرات ضد النظام في جميع أحياء العاصمة منذ الظهيرة حتى المساء. وعلى نحو مماثل أصدر شباب أحياء تبريز أيضا دعوة للتظاهر، كما امتنع الكثير من الطلاب في عدة جامعات بطهران من حضور الفصول الدراسية وبدأوا إضرابات واعتصامات ورددوا هتافات ضد النظام. وتأتي الموجة الجديدة من الاحتجاجات في تحدي لتهديد القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الذي حذر الطلاب من الاستمرار في الاحتجاجات ووصف المحتجين بالعدو وبأنهم قلة. أما بالنسبة للمحاكمات في إيران، آلاف المعتقلين الإيرانيين يمثلون أمام القضاء الأسبوع القادم بتهم تصل للإعدام، كان آخرها حكم قضائي بالإعدام لخمسة متظاهرين شاركوا في الانتفاضة الحالية.